تكونوا بألف خير وتكونوا مبسوطين وانتوا بتشوفوني. انا النهارده جاي اكلمكم عن هوس التجميل 2019-2020 وممتد بعد كده، لان كل شويه في حاجات جديده بتطلع الواحد مش عارف هيلاحق على ايه ولا ايه. بس انا عندي هوس المعرفه، يعني بحب اعرف الحاجات الجديده اللي طالعه والحاجات اللي مش جديده والحاجات الكويسه وجربوها على مين وعملوا ايه. كل الحاجات دي انا نعرفها مع بعض يعني ونتناقش فيها، ممكن ده يحصل في مصر ولا لا، او ممكن انت تعمليه ولا لا. هو ده اللي هتكلم عليه النهارده. واول حاجه من الصيحات الجديده او الصيحات العنايه بالبشره او الاعتناء بالبشره هي الضرب على الوش. انا هقول لكم كل حاجه بالتفصيل، بس ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو ده عشان تشوفوا كل حاجه جديده. اهم حاجه الجرس. يلا بينا على الفيديو. الموضة هو الضرب على الوش. في يوم من الايام ممكن تتخيل ان الضرب القلم ده بيزود الكولاجين في وشك واحسن من الكريمات؟ هو ده الموضة والله العظيم، هو ده الموضة دلوقتي اللي بتعتمدها اغلب صالونات في كوريا. احدث حاجة نشرتها مجلة تايمز اوف لندن، دي متخصصة في صالونات التجميل في العالم كله، وخاصة اتكلمت في المقال ده عن كوريا. يعتقد خبراء التجميل في كوريا ان احسن حاجة هو الصفحة على الوجه. يعني ايه الصفحة؟ يعني تاخدي قلم على وشك كده، القلم اللي على وشك ده احلى حاجة بتحصل. كل صالون من صالونات في كوريا المشهوره جدا لو دخلتي فيها هتلاقي في حد فيه موجود يعمل لك التمارين على الوش او نضاره البشره كالمعتاد بيقولوا عليه هناك، الاعتناء بالبشره. يعني بيهتموا بيه اكتر من الكريمات واكتر من المرطبات واكتر كمان من الماسكات او الحقن اللي بتاخديه عشان تنضف مسامك او تنضف الوش. لا، دي اهم حاجه عندهم ورقم واحد. تقعدي كده زي الشاطره على كرسي، واحد يجي او واحده وتيجي تعمل لك ضرب على وشك لغايه ما الدم يتدفق لوشك يبقى وشك احمر جدا جدا جدا. هم عندهم لما وشك احمر يبتدوا يحطوا كريمات، دي اسمها الاعتناء بالبشره. طالما الدم جري في وشك يبقى تمام، اي منتج من المنتجات اللي هيحطوها على وشك هتبقى فعاله جدا وحسب ما يعتقدون، الله اعلم. طبعا الجريده ما سكتتش او المجله ما سكتتش، حسب المقال راحت طبعا لاكبر اطباء الجلديه وسالوهم هو الضرب على الوش فعلا بيجيب نتيجه للجلد وبيحسسه بالنضاره؟ اكيد الاطباء ان الصفحه على الوجه او الضرب على الوجه بطريقه مريحه وغير مؤلمه حلوه جدا وكويسه جدا جدا جدا، بالتالي انت بتضغطي على الخلايا وبتزودي تدفق الدم. اي واحده عملت كده هتلاحظ الفرق. السؤال المهم بقى، ممكن انت تروحي لحد يضربك قلمين على وشك عشان يجدد الخلايا بتاعت وشك ويزود الكولاجين، ولا بيحصل عندنا طبيعي؟ هستنى الاجابه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تتابعوني على الانستجرام هتلاقوا اللينك تحت في صندوق الوصف. ويلا بقى نشوف نعمل تدريبات لوشنا. باي باي.